يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وهل يجوز إذا زوجت أحدا من أولادي هل يجوز أن أضع نفس المبلغ لأخيه الصغير في البنك حتى يتزوج به فيما بعد؟ لا، هذا لا يجوز. الزواج هذا من النفقة، فكل تعطيه ما يحتاج في وقته، وأما أن ترسل شيء للمستقبل وما بعد يحتاج للزواج لا.